السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة جزيرة المعرفة الكرام، نأمل أنكم بخير. فضلا وليس أمرا، قبل مشاهدة هذا الفيديو من قناتكم جزيرة المعرفة فلا تنسوا دعمه بزر لايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. مرحبا بكم. تحكي سيدة وتقول: بدأت الحكاية عندما توفيت والدتي وأنا طفلة صغيرة في عمر 10 سنوات، وتزوج والدي مرة أخرى وبدأت المعاناة والعذاب، ومرت الأيام على هذا النهج من دون تغيير حتى وصلت لعمر 20 سنة، ومثل أي فتاة في هذا العمر كنت أحلم بالزواج من فارس الأحلام الذي سوف يجعلني أميرة في قصره، ولكن هيهات هيهات، كان الواقع مختلفا تماما عن عالم الأحلام الذي كنت أعيش فيه، حيث وافق أبي على زواجي من رجل كان أكبر مني ب10 سنوات، وكان هذا الرجل يعمل في الخارج، واصطدمت أحلامي بالواقع الصعب. حاولت رفض هذا الزواج، ولكن لم أجد أبدا من يساندني في هذا الأمر، ولم يكن هناك أي حل سوى الزواج والتعايش مع الواقع. وبالفعل تزوجت من هذا الرجل، وبدأت حياتي الزوجية في حزن وألم وانكسار، ولكن كان زوجي إنسانا طيبا وحنونا للغاية، وكان يحبني كثيرا ويحاول سعادتي قدر المستطاع. ربما كان ذلك هو الدافع في أن يكون له قيمة كبيرة بالنسبة لي. ومرت الأيام في محاولة مني على نسيان الأحلام وتقبل الحياة والواقع بكل ما فيه، ولكن يبدو أن القدر كان له رأي آخر، حيث ذات يوم عاد زوجي من العمل وكان يبدو عليه المرض الشديد. جلست بجانبه وشعرت أنه مريض للغاية. كانت تلك المرة الأولى التي أشاهده فيها على هذه الحالة، لذلك طلبت الطبيب سريعا ليأتي إليه. وعندما جاء الطبيب قال أنه لا بد أن ينتقل إلى المستشفى على الفور، وبدأت في البحث عن سيارة لتنقله إلى المستشفى، وبعد وقت قليل وجدت سيارة، وبمساعدة بعض الأشخاص من الجيران صعد إلى السيارة، وكانت حالته متدهورة للغاية، وأسرعت السيارة إلى المستشفى، ولكن يبدو أن القدر لم يمهله كثيرا، حيث خرجت روحه قبل الوصول إلى المستشفى، وكانت الصدمة قاتلة. بالرغم من أنني تزوجت بدون رغبتي، ولكنني شعرت بالحزن الشديد على رحيله، فقد ترك أثرا عظيما في نفسي، وكانت صدمة وكارثة لم أتوقعها. عدت إلى منزل عائلتي من جديد بعد أقل من عام على الزواج، ولكن عدت وأنا مثل الدمية التي لا تشعر بأي شيء. عدت وأنا أحمل الكثير من الحزن والوجع والألم، وكانت الأيام تمر بصعوبة بالغة. ولكن بعد مرور 5 شهور فقط جاءت عائلة زوجي الراحل إلى منزلنا، وكانت المفاجأة الغريبة عندما علمت أنهم يريدونني أن أتزوج أخو زوجي الصغير، وأن عادات عائلتهم تجبرهم على ذلك الفعل. وبالرغم من رفض الزواج نهائيا، ولكن والدي للمرة الثانية استطاع إقناعي بالزواج، ولعلها تكون بداية حياة جديدة. وبعد مرور 3 شهور فقط تزوجت من أخيه الصغير، وكان الزواج سريعا للغاية، لدرجة أنني لم أجلس معه سوى في اليوم الذي تزوجته فيه. وفي ليلة الزفاف كان يبدو على زوجي عدم السعادة والحزن الشديدين، وعندما تكلمت معه عن سر هذه الحالة وطلبت منه أن يتحدث معي بصدق، قال بأنه أجبر على هذا الزواج، وأنه لم يفكر بي يوما كزوجة، لأنني كنت في يوم من الأيام زوجة أخيه الكبير. وبعدما انتهى من حديثه قررت أن أخبره بالسر الذي أخفيته عن الجميع، وبالحقيقة التي حافظت عليها دون أن أخبر بها أي أحد.
أخبرته بأنني لازلت فتاة عذراء، وعندما سمع كلامي نظر إلي في دهشة وتعجب وقال كيف ذلك؟ فأخبرته أن زوجي الراحل عندما كان في السفر تعرض إلى حادث أثر على حالته الصحية ولم يعلم بهذه الحالة سوى بعد الزواج، وعندما علم أن مرضه لا شفاء منه عرض علي الانفصال والطلاق، ولكن بسبب حبه واحترامه وتقديره لي قررت عدم التخلي عنه مهما كانت الظروف. ومنذ تلك اللحظة ظل هذا السر بداخلي ولم أخبر به أحد على الإطلاق. ولكن بعدما تزوجتك أنت أصبح من حقك معرفة كل شيء. نظر إلي في تعجب وقال: أنت ضربت المثال الحسن في الزوجة الوفية والمخلصة لزوجها التي تحملت وصبرت دون تنافر أو بغض أو كراهية. وأكمل حديثه قائلا: ربما أنت الملكة التي تستحق أن تكون تاجا على رأسي. وقال: إنني الآن أسعد إنسان في العالم، أنني تزوجت من إنسانة مثلك. وبعدما انتهى من حديثه تغيرت حالته وكان يرقص من السعادة والفرحة، وبدأت حياتي الزوجية، وكان زوجي هو العوض الجميل والأمل الذي كنت على يقين أنه سوف يأتي في يوم من الأيام، وربما كان هو الجائزة العظيمة التي أهداها إلي القدر. شكرا لمتابعتك القصة، لا تنسى إدلاء رأيك في التعليقات والاشتراك في القناة. السلام عليكم.